تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها الكبيرة لضمان استدامة التعليم في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة بيئة تعليمية آمنة توفر الاحترازات الصحية المطلوبة لمواجهة جائحة كورونا. في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في الميدان التربوي، قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة أحد البرامج التدريبية العديدة التي تستهدف اختصاصيي قسم الصحة المدرسية في الوزارة، إلى جانب أعضاء لجان الصحة والسلامة بجميع المدارس الحكومية، وذلك لإطلاعهم على مستجدات الوضع الصحي وتزويدهم بالمعلومات والمهارات اللازمة لتعزيز جوانب الصحة والسلامة والوقاية في مدارسهم. وخلال الزيارة أكد الوزير أن استمرار توفير الخدمة التعليمية للجميع يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترازات الصحية الشاملة وتنفيذها بشكل دقيق ومنظم عبر إصدار دليل شامل للبروتوكولات الصحية وإرشادات العودة المدرسية وتوزيعه على جميع المؤسسات التعليمية من مؤسسات تعليم عال ومدارس حكومية وخاصة ورياض أطفال، والتوجيه بتشكيل فريق صحي في كل مؤسسة تعليمية وتأهيله للقيام بمسؤولية تنظيم وتطبيق الإجراءات الصحية من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، فضلا عن متابعة التطهير والتعقيم المستمر للمباني والمرافق في المؤسسات التعليمية المختلفة. هذا وقد هيأت الوزارة جميع المدارس لتقديم الخدمة التعليمية وفق خيارين اثنين، الأول هو التعلم عن بعد بصورة كاملة عبر تعزيز الوسائل المتاحة في هذا المجال، حيث تم تعميم الفصول الافتراضية على جميع الصفوف الدراسية بمختلف المراحل وتوفير المزيد من الدروس المرئية المتلفزة لبثها عبر تلفزيون البحرين وقنوات اليوتيوب الرسمية للوزارة، حيث تم إنتاج أكثر من 800 درس متلفز جديد مع التركيز على طلبة الحلقة الأولى من التعليم الأساسي من خلال تصويرها لهم في بيئة تعليمية جاذبة تحاكي البيئة الواقعية في الفصل الدراسي العادي، إلى جانب تعزيز المحتوى الرقمي المتنوع عبر البوابة التعليمية والتي يساهم المعلمون فيها بإعداد ورفع الآلاف من الدروس والأنشطة والتطبيقات والإثراءات وحلقات النقاش، مع توفير نسخ رقمية من الكتب الدراسية وخدمات تواصل إلكترونية بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور. أما الخيار الثاني فهو التعلم المدمج عبر إتاحة المجال للطلبة الراغبين في الحضور الجزئي للمدارس في أيام محددة من كل أسبوع مع استكمال دراستهم في الأيام المتبقية عن بعد، حيث تم تنفيذ الإجراءات الاحترازية من دخول الطالب إلى خروجه بعد نهاية الدوام المدرسي، بما في ذلك توفير أجهزة قياس الحرارة والمعقمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي. أما بالنسبة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة فقد حرصت الوزارة على مواصلة توفير التعليم المناسب لهؤلاء الأبناء بالوسائل المتاحة والمناسبة لهم ولأولياء أمورهم، بما في ذلك استفادة عدد 1476 طالبا وطالبة من فئات الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون واضطراب التوحد والإعاقة السمعية والبصرية والجسدية من جهود التعليم عن بعد ومتابعتهم مع أولياء أمورهم، إضافة إلى تدشين فصول افتراضية خاصة بالطلبة ذوي صعوبات التعلم وبطء التعلم، وذلك لضمان تقديم الدعم الكافي لهم من قبل معلمين متخصصين على قدر عال من الكفاءة والتأهيل في هذا المجال.